نفتهم من سبب النزول أن الإنسان في سلوكه أحيانا يكون متأثر بالعامل الاقتصادي، لأن هاي شوي خل أوضح لك إياها المسألة. يعني الآن أي واحد من عندنا، إحنا عنده سلوك نسميه السلوك العملي، يعني افرض يصلي، يصوم، يبيع، يشتري، ياكل، يشرب، يتحرك، يروح من مكان الى مكان، مثلا هل هالسلوك، انماط السلوك هذه شنو محرك اللي يحرك هاي السلوك؟ ما هو؟ هل تحرك مثلا الوفاء؟ يعني انا لما اريد اروح ازور لي صديق زين، شنو اللي يدفعني للزيارة؟ عامل الوفاء، يعني وفاء إلى الصداقة. يو لا والله عندي مصلحة عنده مثلا أريد أروح إلى، يو لا والله أكو عادة اجتماعية ما أريد أتخلص من عندها، أمشي وفق العادة الاجتماعية. أكو سلوك ديني مثلا، أنا عندما أصلي بدافع الامتثال لأمر الله، يو لا بدافع التخلق بأخلاق الصالحين، يعني أنا أريد يبدو علي أثر الصلاح، يو لا والله عندي عامل آخر وراء هذا، هدف آخر. فالسلوك أقسامه، بيش يعني دوافع عند الإنسان، شنو اللي يحرك الإنسان في كل أقسام السلوك؟ هذه طبعا بها نظريات، واحد تلقى من علماء الاجتماع يقول هدف السلوك تحقيق الذات، الإنسان يكون يحقق ذاته، يثبت بأني أنا واحد من المجتمع، وكل واحد من المجتمع إلى تحرك خاص، أنا هذا تحركي، أنا يعني أثبت وجودي. واحد يقول لا والله دوافع السلوك مو هاي، دوافع السلوك أفرض عادية يعني وراثية، الإنسان يشوف أمه وأبوه وأهله يتحركون التحرك يقلدهم. واحد لا، مثل ماركس مثلا يقول لا دوافع السلوك اقتصادية، يعني كل شيء يقول يسويه الإنسان يريد من وراء نفع، عامل اقتصادي يحركه، حتى إذا صلى أو تصدق. ليش؟ يقول هو تمام جاي يعطي أموال، لكن هاي الأموال اللي دا يعطيها حتى يقولون الناس عنه أنه محسن وسمعته ترتفع بين الناس والناس يقبلون عليه، وإذا أقبلوا عليه نعم شنو هو شغله؟ ساعدوه عن طريق شغله، يعني إذا يبيع ويشتري يكثر عليه الطلب، يقوم يبيع ويشتري أكثر. اللي دفع لهذا شنو؟ العامل الاقتصادي. هذا كلام ما يعني مو ما يصمد أمام النقد. شلون؟ هو صحيح قد يكون الإنسان يتأثر بالعامل الاقتصادي، لكن مو كل سلوكه هو بدافع العامل الاقتصادي. هاي يسموها نظرية ذات العامل الواحد، هاي فاشلة النظرية. الإنسان أكو عوامل متعددة تحركه، قسم من أقسام السلوك يحرك عامل ديني، قسم من أقسام السلوك يحرك عامل ديني، يعني مثلا أنا أخاف من الله عز وجل فأروح أمتثل الواجبات، أقوم أصوم أو أصلي أو أذهب إلى الحج، هذا السلوك يحرك عامل ديني. شنو العامل؟ الخوف من الله والامتثال لأمر الله. طيب أكو لا ولا شيء من السلوك مثل ما قلت لك عادات اجتماعية، أنا أروح أعود لمريض بدافع الوفاء، هذا صديقي وإلى صلة بي وأصاب مرض أروح لي أعود بدافع الوفاء بعامل الوفاء. أكو قسم لا والله آخر عامل آخر. أما أن نجي نقول أن الإنسان إنما يصلي حتى الناس يشوفوه صار خير، حتى يقبلون عليه أكثر يتعاملون ويا أكثر راح يربح أكثر، هذا سوء ظن. أنت ما يمكن تلقى لك عمل من الأعمال مقابل للتأويل. يعني مثلا هذا واحد يجي يقتل الناس يقولوا له ليش؟ يقول والله أريد أخفف الزحام، يعني ما يصير هاي الكرة الأرضية راح تضيق بأهلها، فهم نقدر نعتبره هذا عنده عمل خير؟ قد تقول لي أنت أكو شيء من هالنوع؟ إيه نعم أكو شيء من هالنوع. هذا سمرة بن جندب لما طلع زياد من البصرة خلاه على البصرة نائب عنه،
وراح ايام قلائل كان يجيبوه للخارجي يضرب عنقه ويجيبوه للمسلم يضرب عنقه. كلهم خفت عنه، هذا الخارجي قتلته، لكن هذا الانسان المستقيم المسلم ليش؟ قالوا أليش هذا الخارجي يذهب الى النار؟ قالوا لا بلى. قالوا أليش هذا يذهب الى الجنة المسلم؟ قالوا لا بلى. قالوا هذا وديهم بالعجل. يعني تصور هالنمط من العقليات موجود، يعني قصدي هاللون من التأويل لا تتصوره صعب. احنا مو كل عمل من الاعمال يكون الربط بنظرية واحدة، لا، الانسان حرك دوافع مختلفة، كل عمل من وراء دافع. لكن ماركس غلبت عليه طبيعة اليهود، ماركس يهودي، واليهود يحركهم العامل الاقتصادي في كل أنماط سلوكهم غالبا، يعني في أغلب أنماط سلوكهم يستأثر بهم العامل الاقتصادي، ولذلك الله عز وجل جعل لهم عيدهم يوم الجمعة. هم العيد اللي فرض عليهم انه مثل المسلمين يوم الجمعة عطلة، بس اصروا على ان تكون يوم السبت. زين، الله حرم عليهم السبت، الله تبارك وتعالى حرم عليهم السبت لما اصروا عليه، فسووا وقاموا يحتالون على التحريم. بيش يحتالون؟ كانت تجي الاسماك الى سواحل البحر بكميات كبيرة، فدول يقول لك هذا الثروة تروح من أيدينا وإحنا محرم علينا يوم السبت، فالشوة وقاموا يجيبون الشباك، يجيب الشبكة يدبها شو وقت يوم السبت ما يصيد، بس يفتح حلق الشبكة ويحط بها الطعم، تجي الأسماك إلى الشبكة تظل بها، يجي يوم الأحد يصادها. نعم، بهذا خالفوا الأمر، والمفسرين يقولون مشخوا قردة وخنازير بدافع عصيانهم للأمر، كونوا قردة خاشعين. نعم،